على المسرح نحن طلعنا نحن وفرقتنا الموهوبة نحن وفرقتنا الموهوبة في عنا كل يوم حكاية أفكاره كلها مكتوبة أفكاره كلها مكتوبة يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال وبعقلي فكرة حلوة للارتجال يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال بدك مشهد إيمائي بعمل تمثال وإذا بدك ياني غني بضرب موال أمان أمان أحلى دق طاولة أنا ورفيقي وجاري. طول بالك طول بالك قبل ما نلعب دق طاولة بدي أحكي معك جوز كلام. تفضل. أخي في بالي مشروع بيدر علينا أرباح كتير كتير كتير. كأنك مشاركني دغري بتقلي بيدر علينا يعني. يعني بدي شاركك أنا وأنا جاهز إذا المشروع منيح أنا جاهز. شو المشروع؟ المشروع بدي أقدم على رخصة بياع أناني غاز ببدل أناني وبي. والله فكرة وأنا معك لعيونك والله. وبحارتنا كلياتها ما في ولا واحد بيوزع غاز. إيه والله ما في ولا واحد. هلا هيك بتخدم كل جيراننا وأهلنا وأصدقائنا والحارة كلها. إيه والله. مصرياتك جاهزة؟ لعيونك. يعني قديه بتكلف القصة؟ يعني هلا شوف هلا هن يعني بيعطوا للواحد 100 قنينة أنت إيه. باسمك إيه. ومية باسمي. لا هلا بدنا نقدم رخصتين ولا رخصة واحدة؟ لا لا رخصتين أنت باسمك 100 وأنا باسمي 100 مشان نربح أكثر. ايه يعني بيعطونا اياهم هدول برسم الاماني ما بدها مصاري قصة. لا بتدفع تامين. تامين بس. تامين ايه ايه جاهز انا جاهز. ايه بعدين هي مربحه كثير فوق ما تتصور. ايه منيح. يعني 200 قنيني بعرف انا بياخذ واحد 100 ورقه على القنيني بيطلع لنا بالاسبوع لانه بالاسبوع بيعطونا 200 قنيني بدهم بيطلع لنا شي 20,000 ورقه كل واحد 10,000 والله رزقهم. حطهم بجيبتك هدول 10,000 هي فيها شغله خفايا عمي خفايا. شلون فيها خفايا؟ اشرح لها. لك فهمني لك. شوف حبيبي بيعطونا 200 قنينة مزبوط؟ مزبوط. منخبي 100 بالمستودع ومنبيع 100 نظامي. ايه بيجي المواطن بدي قنينة غاز والله ما عندي. ايوه تجي انت تقول له عندي تعال بس حقها 3,000 ليرة والله مضطر بيدفع. لا 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 ما حبيتها ما حبيتها. قال شو رأيك؟ تعرف طبعي ما حبيتها هي القصة. معقولة تستغل حاجة العالم يا زلمة؟ طيب أنا بقول له أنت أخي بيع النظامي وأنا بقول له شو أخي إيه؟ كمان أنت ما بصير تقول له ليه؟ هيك عم تستغل حاجته. شلون عم يستغل حاجته؟ هو مضطر وبعدين الشغلة عرض وطلب.
بعظمة لسانك قلت هو مضطر، لولا ما مضطر ما بيدفع ثمنها. يعني انت عندك مخبي، ليش لا تخبيهم يا اخي؟ بنبيعهم كله نظامي، الله يرضى عليك، قرش حلال ولا الف بالحرام، ما بدي هالقصه. جاري اسمعني شوي. تفضل. من 3 شهور ما كان في ازمه غاز؟ ايه والله، والله كان في ازمه قاسيه. أيوة. وقت شفتك حامل القنينه وعم تدور من مركز لمركز، وبالاخير بعدين اشتريت وحده ما بعرف من وين. ايه والله. قديش دفعت حقها؟ والله يا جاري دفعت 3500 ورقه. ها له تعطيه 3500 ونحن صارت حرام هلا؟ لك يا اخي انا عم انصحك انت لانك رفيقي، يعني الواحد لازم يبلش من ذاته. أيوة. اذا انا متضايق من 3500 شلون بدي بيع على واحد تاني كمان ب 3500؟ ما انا اتضايقت من القصه. انت اتضايقت بس غيرك ما بيتضايق، في غيرك بيتفق اربعه. لا لا لا، مالي مصلحه بنوك، الواحد بيشتغل اللي بده اياه، انا ما بشتغل هيك شغلي. لا لا ما بتزبط. هلا شفتنا قلنا الغلط وما شفت غيرنا، ايش بك؟ لك يا جاري هلا اذا كل واحد بده يخبي مادي من المواد لا تغلى، إيه؟ ما بنلاقي شيء بالشارع، يعني ما فينا لا ناكل لا نأمن اكل لا شرب لا شيء. معقول انت يا زلمه بدنا نخبيهم لنبيع حر؟ ما بصير هذا الحكي اخي. انا رافض هذا المشروع من اساسه. يعني مشروعنا فاشل؟ والله مشروعك فاشل، مو مشروعنا، مشروعك فاشل. انا ما بفكر هيك، اذا بدك تفكر هيك مشروعنا فاشل، بس اذا بدك تفكر مثل ما انا عم فكر مشروعنا بينجح 100%. ايه على 10000 ليره إيه؟ دخلك السياره اللي بدها تنقل لنا ال 200 قنينه قديش بدها اجرة؟ لك اخي بنشوف قديه بدها اجرة ومنقسمهم، يعني بنقسمهم على الاعلان وبنحملها للقصة. بس يعني انه نخبيهم مشان يعني نبيعها ب 1000 زيادة و 2000، هاي ما حبيتها منه. مو راكبة معي. مو راكبة العاب طاولة. العاب. مو راكبة معي. مو راكبة. قال شو 10000 ليرة بالاسبوع؟ هاي بدي استغل. إذا بدي اشتري طبخة، بدي أعمل كوسة، بدي أكثر من هيك. العاب جبت بنجو ياك. بنجو ياك العاب، هاي بنجو ياك بتجي هون بعدين، مو هون، هون بتجي. يا زملاء ملاحظين انتو شغلة؟ شو هي؟ انه شركتنا الوحيدة كل شهر بغيروا مدير عام. شغلة غريبة. شو السر هاد؟ واخر مدير ما قال له 20 يوم. شو عملت انت؟ صلت احنا ست ساعة 8:30. ابطاري ليبتا بده يجي المدير، يعني ساعة والله تعبنا. شو بيعرفني انا؟ اتصلوا فيني من الوزارة مبارح وقالوا لي بده يجيكم مدير جديد. كمان بده يجينا مدير جديد. ما بصير، هو من قبل ما يشيله بيحطوا له تاريخ صلاحيه. صباح الخير يا شباب. واقف على جنب زي المدير. صف على اليمين. صف على اليمين. صف لك صف هون زي المدير. صف هون زي المدير. معلش يعني اذا سمحت يا مطار يا استاذ. لو سمحت يا استاذ على جنب لانه هلا جاي المدير. ايه بس خليني احكي اذا بتريد. بس انت واقف على جنب واحكي كلام ثاني. انا المدير. شو؟ انا المدير الجديد. المدير؟ انا المدير. اهلين استاذ، اهلا وسهلا في المديريه. هدوا شوي لنفهم، تفضلي. أنا ريم مديرة العلاقات العامة. أهلين يا ريم. أنا سمير مدير الديوان. أهلين يا سمير. أنا نور المحاسبة. أهلين يا سنور. محمود السائق الخاص للمدير العام. أهلين يا محمود. أنا صعب مدير التقني. ليش خايف يا ابني؟ أستاذ احتراماً لك. أهلا وسهلا حبيبي. آية المديرة المالية. أهلين أنسي آية. مايا اتش آر. أهلين أبو علي. أهلين. يا هلا. ابو طارق مدير مكتبك استاذ. اهلين استاذ ابو طارق. أهلا. في وصايا خاصه من السيد الوزير فيك، راح اضل مدير مكتبي. اهلا وسهلا. شكرا يا استاذ. ليش واقفين هون؟ ما فهمت. استقبالا لك. وهي استقبلتونا كل واحد على شغله. الله يرضى عليك. ما بصير استاذ. يلا تفضل كل واحد على مكتبه. تفضل تفضل ابو طارق اذا سمحت كل واحد على مكتبه. يلا تفضل. كل واحد على مكتبه على فكره. تفضلوا 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 تفضلوا. يا اهلين سياده المدير العام. هيدا موظفه كثير بتحكي. ان شاء الله الف مبروك استاذ. الو صباح الخير. ايه معالي الوزير. لا انا استلمت المكتب هلا فت. ايه ابو طارق. ايه ابو طارق تفضل تفضل ابو طارق تعال هون. نعم. احكي احكي مع سيد الوزير. الو. احترامي سياده الوزير، يخلينا اياك يا رب. الف شكر لك. انا شاكر فضلك يا سيدي، الله يخلينا اياك. امرك سيدي، امرك امرك على راسي. بامرك تأمر شيء سياده المدير؟ امرك سيدي. طال عمرك خلينا يا اهلين وسهلين. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. شو يا ابو طارق؟ انه السيد الوزير كثير بحبك. استاذ الكريم الحمد لله صفحتنا بيضاء. على مكتبك اذا سمحت. شكرا يا استاذ. شو يا قلت لي انت السائق؟ نعم. يلا طلع السياره من الكراج. يعني حضل سائق. ضلك سائق لك انا شو بدي اسوي انا؟ بدك اكيد ضلك سائق. شكرا. جهز السياره. جهز السياره حبيبي. يلا بالسلامه. اهلا وسهلا بسياده المدير العام. يعني اهلا وسهلا.
بس استاذ بدي اسالك سؤال والله محروج منك. تفضل عم يا بنور، شو اللي بدك تسال؟ يعني ليش لابس كنزي؟ كنزي؟ لابس كنزي؟ شو بدي البسك؟ لابس كنزي؟ يعني بقصد يعني كل المدراء اللي اجوا قبلك بيجوا لابسين طقومه هيك رسميه وجرافات، وبيجوا حاطين ديدورانات وعطر وكذا، ويعني بيجوا هيك هيك بشخصيه، يعني هيك انت لابس بنطلون جينز وكنزي، يعني غريب ليش؟ نعم يا ابو النور، انت اكبر مني بالعمر واكيد تجربتك بالحياه اكبر. يعني في مثل بيقول اللي ما بتزينه عروقه ما بتزينه خروقه. ايه والله معك حق، والله معك حق يا استاذ. عم يا ابو نور، انت شو شغلتك عندنا هون دائما؟ انا استاذ شغلتي هون انا يعني بعمل لك شاي وقهوه وبنظف لك المكتب كل يوم، برتب لك كل اللي بدي من ايدك احلى كاسه شاي من عيوني التنتين، تكرم عيونك. عم يا ابو نور على راسي. ما حدا قال لي ندق تسعه اول شيء. انا بدنا ندق تسعه قبل ولا يا ابو طارق؟ مر استاذ. استاذ اذا بدي احكي انا على البيت او كذا بدي دق تسعه قبل. ايه نعم، خط خارجي بدك دق تسعه. تفضل تفضل عمي. شكرا استاذ. يا هلا. الو، صباح الخير. ايه وصلت، وصلت على المكتب. ايه الله يبارك بعمرك، هلا وقت مباركات لك يا بنت الحلال، هي مسؤوليه كبيره. ايه والله يا ستي، الله يقدرنا بس مشان طمنك. لا بس مشان طمنك. ايه يلا باي باي. وي احلى كاسه شاي لاحلى مدير عندنا. احلى ابو النور. تفضل استاذ تفضل. يعني اهلا وسهلا ابو النور. امرني يعني ما في كرسي ثاني بالمكتب، بس كرسي بلا. في في استاذ بلا، جيب لي كرسي ثاني محتاجه. هاي كرسي استاذ. عود انا. ايه انا اقعد استاذ. لك عود هلا ابو النور. بلا انا استاذ استاذ. عود عود عم يا ابو النور عود. شو اخبارك؟ والله الحمد لله، الله يجبر بخاطرك. لك زمان هون موظف؟ ايه انا صار لي هون شيء تقريبا 15 سنه. 15 سنه؟ والله غريبه يا ابو. خير استاذ؟ شو الغريب؟ يعني من 15 سنه كم مدير تبدل هون؟ صاروا مبدلين من 15 سنه تقريبا شيء اكثر من 14 مدير. والله يا استاذ 14. بس في شغله يعني شغلت لي بالي انا. شو هي استاذ؟ ليش عم نخسر ما عم نربح؟ والله يا استاذ ما بعرف، ما بعرف يعني شو بدي اقول لك، بس يعني ما بعرف يعني هو المدراء يعني كان لهم هيك حركات يعني. مين يعني المدراء؟ والله يا استاذ يعني انا ما لي تم ياكل ما لي تم يحكي، يعني ما بعرف. يلا انا هون على كيفك، يعني كبيرك سرك كبير غمي يعني استاذ. ما هو هذا الامل فيك يعني عم يبدو شكلك ابن حلال. الله يجزاك خاطرك. دخلك سيجاره؟ لا استاذ شكرا. يلا روح شغلك روح شغلك. ماشي استاذ. بتريد شيء غيره؟ لا لا سلامتك سلامتك. اسلم هون. الله يعطيك العافيه. خليها الكرسي هون استاذ. خليها 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 خليها، كل ما بتيجي بتقعد هون. هاي الكرسي لك. بارك الله فيك. يا ابو النور. يا ابو النور. يا ابو طارق. مر استاذ. حبيبي إذا أنا بدي دق لك على التليفون شو الرقم عندك؟ على الرقم 2 استاذ. بس بفتح هيك الانترفون دق 2؟ اي نعم. هيك برن عندك؟ اي عم برن استاذ. ايه كثير منيح. ايه ابو طارق؟ امرني استاذ. يعني شو قصة الشركة عندنا هون؟ ما فهمت أنا. شو اللي بدك تفهمه؟ يعني معقولة 13 14 سنة مدير واحد وبهي السنة صار مبدل 13 14 مدير؟ والله يا استاذ هذا الحال شو نساوي؟ طيب أنا على كل حال بدي أنزل ساوي جولة هلا معيتك. يلا. نعم استاذ شو بدك تساوي؟ انزل نطل شو أخضر من تحت. استاذ كل شيء شغال على كيف كيفك. كثير منيح. ولا يهمك، انت لا تتعب حالك، خليك على الكرسي هون ونحن شغالين تمام. اخي انا ما بحب الكراسي يا استاذ. الله يخليك اياه. انا بحب الشغل الميداني. استاذ اجلنا لبكره بس حتى نخبر الموظفين. يعني ليش لاجلنا لبكره يا ابو طارق؟ مشان بس يستقبلوك تحت يعني استاذ، يكونوا منظفين المكان. ما بدك كنا اولاد تسعه عمي، بدي استقبالات وكذا. شرف شرف استاذ. تفضل 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 معك. أحسن شيء قال لي اقعد جنبي. يا عيني يا عيني. المدير قال لي اقعد جنبي، هي ما صارت بحياتك. هذا الحكي ما بصير يا ابو طارق، هي اسمها مسخره.
استاذ والله مطالب ايدي شيء 2500 موظف عندي لاقي 50 60 واحد تحت معقول استاذ والله هذا الامر بدك تسال فيه سياده الوزير انا مالي علاقه شو سال فيه سياده الوزير شو عم تساوي هون شو عم تساوي هون وين هدول الموظفين انا مو طالب ايدي شيء انا مدير مكتبك بس ولا الماكينات عمي ابو النور نصهم معطلين اغلى ماكينات بالعالم جايبين اي والله يا استاذ استاذ ما امين لاقي قطع غيار لهم شو قطع غيار ما قطع غيار هلا فورا بتنزل على الرحبه هلا فورا بتنزل على الرحبه بتقدموا لي كتاب وانا موافق من هلا بجيبوا قطع غيار وكل شيء في موظفين ما موجودين ارفع فيه العقوبه وجيب لي اسمائهم يلا امرك استاذ امرك استاذ مسخره هي استاذ هي المخلوقه شو لسه سيجاره حاضر استاذ هي المره اللي اجتمعنا فيها برا ممكن تدخل اي طبعا ممكن تدخل نحن قاعدين لخدمتهم تفضلي يا اختي تفضلي يا اخي اهلين اختي تفضلي تفضلي هات عم يا بنور هات الكرسي لاخي حاضر حاضر تفضلي يا اخي تفضل. انا جوزي موظف في شركه الاسمنت وهو بصراحه تعرض لاصابه بالعمل من شي 5 شهور نعم ايه شو يعني فيني فيدك انا المشكله يا اخي انه لا اخذ معاش طولي بالك طولي بالك على إصابة العمل وأنا عندي كم عيال بالبيت ما قدران يطعميهم ما عطوه تعويل؟ لا ما عم يقبض راتبه؟ شو هالإهمال هذا يا أبو طارق؟ أستاذ هذا الأمر مو من عندي كمان لا حول ولا قوة إلا بالله يعني شوف المحاسبة أستاذ أدي رقم المحاسبة يعني 6 أستاذ لقينا قبل ما سحبنا السماعة ألو يا بنتي في عنا موظف شو كان اسمه؟ سعيد عطاري سعيد عطايا مصاب من 5 شهور وما عم ياخد رواتبه ولا تعويض ليه؟ لك شو ما دخلك انت؟ مين لك كان دخله؟ المدير ايه انا المدير هلا فورا هلا ببعت لك اياها بتصرفي لها رواتب زوجها والتعويض ايه يلا زين معه ابو طارق امرك الله يجبر بخاطرك يا حق ويخلي لك اولادك يا رب استغفر الله يا اختي هذا واجبنا يا اختي هذا واجبنا تفضل لا حول ولا قوة إلا بالله دخيل اللي خلقك يا أستاذ دخيل اللي خلقك يا أستاذ عم يا بنور شو اللي عم بيصير؟ والله يا أستاذ ما بعرف المديرية فوضى بفوضى كانت لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله على دورك كل شيء رح يتصلح بإذن الله ما أقول لك كان 5 شهور ما بتصرف له الرواتب؟ ما بده ياكلوا هدول؟ والله ما بعرف يا أستاذ ما بعرف عفوا أستاذ شو في يا أبو طارق؟ في شاب اسمه رامز حابب يشوفك رامز موظف عندنا هون؟ لا هذا من برا خليه يفوت حط له الكرسي يا بنور تفضل تفضل شرف تفضل تفضل تحياتي اهلين استاذ يا هلا كيفك استاذ كيف السلامات تفضل تفضل استاذ انا رامز الوكيل اهلا وسهلا ابن ابو رامز الوكيل صاحبك بشركات البلد الاخ ابو رامز ايه والله اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا هلا سلامات بالحقيقه الوالد بنقول لكم سلاماته وبنقول لكم مباركته لكم وان شاء الله منا الاعلى يا رب الله يخليك يخلي الوالد يسلم عليه كثير امان ايه بيوصل بيوصل في طلب صغير يعني هيك بعيوني ايه يا رب يا استاذ تسلم عيونك حقيقه الوالد بعت لكم سياره ما في شيء بقيمتكم يعني سياره مرسيدس الشبح صفيناها قدام مديري مرسيدس الشبح؟ بس يا استاذ رامز انا ما بحب اركب سيارات شبح ولا يهمك ولا يهمك يا استاذ كل انواع السيارات موجوده عندنا شو ما بدك بيجو مرسيدس بي ام مازدا اوبل كله موجود عندنا يا استاذ والله كمان ما حبيت هي منك يعني انا بتسلم لي على السيد الوالد بتقول له المدير العام الجديد حابب يركب طياره خاصه عند ابوك في طياره خاصه عفوا استاذ انت كده بتمزح ما هيك لا ما بمزح تاخذ هي بره وشك عند ابوك لا لا برا يلا ماشي تفضل هذا مرسيدس الشبح والله يا استاذ محياط الله يا استاذ كانك بتعد لي مصاري قال لي على ابو طارق ما عاد بدي اعيط يا ابو طارق نعم استاذ قبل ما يدق انا جاهز هيك اشكالات لهون ما تفوت حاضر استاذ هلا ابوه بيسلم عليك وسياره مرسيدس الشبح يا استاذ بتستاهل احلى فنجان قهوه يا ريت انا رايح اعمل لك فنجان قهوه من تحت دياتي رح تشربه وتستمتع فيه وبعت لي زكاتك قهوة إلي على المكتب بعت له فنجان قهوة كمان شكرا يا أبو طارق أمرني هذا الإهمال ما بدي إياه أمرك 2500 موظف لاقي 50 60 واحد هلا بتنزل فورا مثل ما قلت لك نعم تكتب لي كل الأسماء بتجيب ليهم بإدبارك حاضر وكله معاقب شو صار مع الحرمي؟ مشي الحال أستاذ صرفوا له الرواتب وقبضوا له التعويض كثير منيح هلا بتنزل على السوق نعم تبعت لنا حدا أو بتنزل أنت بتجهز لي أكبر بوكي ورد بنروح أنا وياك وثلاث أربع موظفين من شعار الرجال يلي بدك اياه اي طبعا اللي بدي اياه لك انا بدي اياك انت
صباح الخير يا استاذ. صباح الورد والفل والياسمين. صباح احلى فنجان قهوه عم انتظارك يا استاذ. الله يخليك عم يا ابو النور. لك والله شغله حلوه. تفضل استاذ تفضل. تسلموا. شو فنجان واحد مساوي كانه؟ ايه استاذ انا فنجاني جوا. لا 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 الله يرضى عليك، بتجيب فنجانك بتقعد على الكرسي بتشربه هون. انا استاذ؟ ايه هون اشرب قهوه معك انا استاذ. ايه شو المشكله يعني اذا بتشرب معي قهوه؟ يعني الله يرضى عليك، جيب فنجانك حطه هون وعود قدامي اشرب القهوة. يلا حاضر استاذ مثل ما بتريد. الله يسعد الصباح. عم شلون هيك؟ عمي ابو النور صباح الخير استاذ، تفضل استاذ لي. عود ارتاح. هلا نحن هون عندنا آلات ومكنات من أهم وأجود أنواع في العالم، وعندي 2500 موظف. يعني ليش ما عم نربح؟ والله يا استاذ ما بعرف يعني. هلا وانا جاي صفيت السياره هنيك شفت في معمل صغير هون جيراننا هون. ايه؟ واحد بيقولوا ابو ارتين ما بعرف. ايه ايه استاذ هذا المعمل انا عم بشتغل فيه بعد الظهر بعد ما اخلص دوام هون بروح اشتغل فيه. يعني معمل خاص هذا؟ ايه معمل خاص لابو ارتين. ارتين في مجال عمي ابو النور طالما انت بتعرفه تروح تنادي لي له خليني اتعرف عليه. ايه بعيوني استاذ على عيني. الله يرضى. طياره هلا بجيب لك اياها معي استاذ. ابعث لي ابو طارق. يا حاضر استاذ كرم عينك. يا ابو طارق شو القصة؟ صباح الخير استاذ. صباح النور يا ابو طارق. كيفك؟ بخير. اهلين. شو صار معك استاذ؟ هاي الاسماء اللي كتبناها قلت لي عليها. ايوه شو اسمه هذا؟ فؤاد المصري. فؤاد المصري. نعم. هذا ليش ما عم يداوم؟ هذا استاذ قرايب الوزير. قرايب الوزير؟ نعم. صخر. نعم استاذ هذا بيكون ابن حماه قريب الوزير. ابن حماه والله شو نظري. ابو طارق. نعم استاذ. شوف لي مين مسؤول عن العلاقات العامه وابعث لي اياه. حاضر استاذ. يلا كله قرايب الوزير، ابن حماه الوزير وقرايب ابن عمه احمد الوزير وهي جيران الوزير وهي جيران قرايب الوزير. صباح الخير استاذ. صباح النور. اهلين انسه. شو كان الاسم؟ ريم. اهلين انسه ريم. تفضلي تفضلي اهلين. ابو طارق اتركنا شوي الله يرضى عليك. اي على عينك. ايه يا سليم حضرتك انت هون استلمي العلاقات العامه. صح. بدي افهم مين عندنا الاسماء اللي عم تاخذ المناقصات؟ يعني في عندنا اسماء محدده ولا كل مره مناقصه بترسى على حدا مختلف؟ استاذ نحن دائما بس يكون في عندنا مناقصه عم يحددوا لجنه وهي اللجنه هي عم تختار مين انه عم يتعهد المناقصه. ايه بس انا عندي هون هاي المناقصة الأولى، نفس أسماء المناقصة الثانية والثالثة والرابعة. أستاذ المتعهد. خامسة. شو القصة؟ أستاذ بكون المتعهد هو يدافع أكثر شيء. متعهد دافع أكثر شيء. فرصة المناقصة. عم تفضل عروض نظامي ولا مين عم بفضلها؟ لا أكيد نظامي أستاذ أكيد. كله نظامي 100%. شكرا لك، تفضل يا مكتب. شكرا أستاذ. أعطيني أبو طارق. لعمة شو هالعصابة هي؟ مور استاذ. أهلين يا أبو طارق. حبيبي. نعم استاذ. كل الأسماء اللي عم بتداوم. نعم. بتصرفوا لها 5000 ليرة مكافأة. على راسي. والأسماء اللي ما عم بتداوم كلياتها بتخصموا لها أجار شهر كامل. هاي الأسماء. صباح الخير استاذ. أهلين يا بنو، شو صار معك؟ جبته للسيد أرتين وقعدته برا بس لشوف حضرتك بس تفضل بنديله. على عيني بس دقيقتين. خالص. اي واحد ما عم يداوم تبعتوا له مشان يجي يداوم 15 يوم ما داوم تفصلوا. امرك استاذ. يلا خليها بالنور يفوت الضيف. امرك.
تفضل المعلم ارتين. تفضل المعلم ارتين. استاذ المعلم سلامات. كيف حالك؟ سلامات. شلونك؟ شو اخبارك؟ احوالك؟ الحمد لله. تفضل استاذ ارتين. تفضل. الله مبروك. الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك عم تحكي عربي تمام مثلنا. صار لك عايش كثير بالبلد. 40 سنة. هاي احلى فنجان قهوة للمعلم ارتين. شكرا. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف امورك؟ ان شاء الله مبروك. الله يخليك. ما قلت لي يا اخي ارتين، حبيت اتعرف عليك قبلك جارنا هون. يخليني اياك يا رب. المعمل عندكم شو وضعه؟ تمام والامور بخير الحمد لله. ايه الحمد لله عم يربح يعني الامور ماشية الحمد لله. الحمد لله الحمد لله شاب. معلم احيا بالنور. نعم استاذ حاضر. عم يا بالنور. نعم استاذ. السيد ارتين يعني فينا نفتح معه اي موضوع بدنا اياه؟ طبعا طبعا خود راحتك الكلام يا ارتين على كيفك طيب كثير كثير. ايه سيد ارتين انا ما بدي اعطلك كثير يعني رح اسالك سؤال واحد ويا ريت تجاوبني بصدق. تفضل. شو السر انه معمل حضرتك عم يربح ومعملنا عم يخسر بالرغم انه عندي انا 2500 موظف وعندي الات من احدث الالات في العالم؟ بسم الله. حبيبي معملي صحيح درويش متواضع ومعملكم ما شاء الله مكانات وموظفين ال 2500 موظف. نعم. بس فيك تقلي ال 2500 موظف كم موظف عم يداوم عندك؟ طالما بدنا نحكي بصراحة امبارح نزلت جولي فيه 50-60 موظف. آه لك هذا ابن فلان هذا ابن علتان وهذا اللي مظبط أموره مع المدير وما عم يداوم صح ولا لا؟ والله عم تحكي درم. أيوة أنا معملي كله 15 موظف. ما شاء الله ما شاء الله. إيه وارديتين. بس المشكلة بيننا وبينكم شو هي؟ شو هي؟ نحن مكتبنا بقلب المعمل مع العمال. أيوة انتو مكتبكم فوق هون. ايوه عم يا ابو النور. نعم استاذ مرة. الله يرضى عليك. هلا بتاخذ المكتب والكرسي هي بتنزل لي اياهم على قلب المعمل. على المعمل؟ ايه على المعمل. استاذ عم تحكي جد؟ لك ايه على المعمل. شو عم بحكي لك انا؟ عفوا استاذ اسمح لي يعني استاذ انت طبيعي؟ طبعا طبيعي. لك انا شو ما قلت لي ارتين بصير هذا الحكي؟ بصير. بس المدير ما يطلع على الكرسي بصير. بيصير ولا ما بيصير؟ ام عصام. يا ام عصام. ام عصام. لك شبك ليش عم بتعيط؟ لك شو ليش عم عيط؟ صلي ربع ساعة بالصالون ما حسيت اني جيت. بدي اكل. قومي حطي لي اكل. ما سويت اكل؟ الاكل جاهز. قومي حطي لي لمتين خليني اكل. ما في خبز. وليش ما انقبرتي قلتي ما في خبز ودقتي لي على الوظيفه كنت انقبرت على قلبي وجبت معي خبز؟ لانه قلت له لابن مع عصام وراح على الفرن لحتى يجيب خبز. يا حبيبي عصام راح على الفرن هلا باربع ساعات ما بيجي عصام. ليش اربع ساعه؟ لانه العجة على الفرن والدور واصل لاخر الحاره. هلا ابن عصام بده يوقف على الدور. شو هاد؟ ابننا عصام بده يوقف على الدور. وليش ابن حضرتك ما يوقف على الدور؟ لانه يا حبيبي يا فهمان لو العالم تحترم حالها بهالايام وتوقف على الدور ما كان ضل عنا عجقه لا على الفرن ولا على الغاز ولا على المازوت ولا على شيء. صايره مفزلك كثير ما؟ قومي انقلعي من خلقتي. قومي قومي انقلعي حطي اكل. اصلا انت هذا الشاطر فيه الدخان وبس والحكي البلا طعمه. روحي من خلقتي. قال ليش لا يوقف ابني على الدور؟ قال ابن باشا لانه ما يوقف على الدور، لازم كل العالم توقف على الدور. يا عصام. نعم. يعطيك العافيه ابي. اه شو جيت؟ شو صار معك؟ جبت خبز؟ ايه يا ابي صار عندي من جوا. ما شاء الله عليك شو سريع يعني شلون جبت خبز وكان الزحمه على الفرن واصل عند اخر الطريق؟ يا ابي عفوا منك يعني نسيت انه ابو المجد صاحب الفرن رفيقي. شو يعني؟ يعني تخيلني واقف على الدور وهو رفيقي. تخيل ما وقفت على الدور؟ وهي العالم اللي واقفه من ثلاث اربع ساعات بالشمس اخذت خبز قدامها بس لانه صاحب الفرن رفيقك؟ ايه العمل يضربك شو جحش؟ ليش جحش؟ لك ما بصير لك ابي ما بصير ما بصير هذا دور بدك توقف مثلك مثل العالم. ليش انت مين انت؟ مين انت لك؟ شو عندك انت منك ما توقف على الفرن؟ ابي هيك الدنيا كلها ماشية انت ليش بتعقد؟ لك اخي الدنيا ماشية هيك بيتي ما بيمشي هيك شو دخلك بنص الدنيا شو ماشي؟ تمشي بالانضباط
تمشي بترتيب، بتمشي بالدور. لا عم بيقول لك شو جح صحيح ابي، يعني هلا انت لو كنت بدالي شو بتعمل؟ بوقف على الدور. لك شو كلش عم تعيطوا؟ عم نعيط من تحت راس ابنك هذا البهيم. ابني بهيم؟ ليش بهيم؟ من تربايتك العاطله. من تربايتي عاطله؟ لك مو موقف على الدور بالفرن، ما اخذ خبز قدام كل العالم اللي واقف على الدور. امي تخيل يوقف، تخيل يوقف على الدور. لك يا رجال كل العالم ماشي هيك، وقفت على ابنك؟ مالي علاقه بالعالم، انا بيتي بيمشي على دوره وعلى الانضباط. روح نقلع من خالتي حطي اكل، نقلع من خالتي انت وابنك. قوموا غسلوا ايديكم واجدوا النقاشات لبعدين، الاكل جاهز. روح قوم فزوا، لا فز حط اكل مع امك. ضل هيك يا ابي. اهلا ابو المجد رفيقي صاحب الفرن، تضرب منك لابو المجد. يا عصام ما بصير ما بصير، يعني البني ادم يفضل حاله عن الاخرين؟ مفروض مثلي مثله، يعني واقف على الدور مشان خبز مشان اي شيء. يعني ما يعني ما معقول انا اجي من الاخر من فوق مثل ما بيقولوها بالمثل، اجي بالاخريه وتاخذ الاوليه، ما بصير. طيب يا رجال اسمعني وبلا عصبيه اذا بتريد. تفضلي. والله انت مثالياتك زياده يعني، واذا ما وقف على الدور لك كل العالم هيك. لك شو بدي بالعالم؟ قلت لك لا تعصبيني، الله يرضى عليك. ماني عم عصبك، بالرواق كل العالم هيك. شو بدي بالعالم؟ الواحد بينطلق من ذاته، ما بصير انا اجي واحد واقف اجي اخذ دوره. طيب واقف قبلي. طيب تخيل انت لو واقف على الدور مو قلت لهلا ما تغدى؟ معلش معلش ما اتغدى. انت لو قلتي لي من الصبح كنت انا بصيت المستخدم اللي عندنا بالوظيفه وكان جاب خبز، على مهله بيجيب خبز، معي 6 7 ساعات دوام. والمستخدم اللي بالوظيفه عندك رح يوقف على الدور؟ بيوقف على الدور. لا ما رح يوقف على الدور. لا 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 ابو عادل ما في منه حبيبي، ما في حدا عم يوقف على الدور. لك لا تعيط بوشي. ماني عم عيط حبيبي، روق روق هدي. كان تاخرت البنت، وينها؟ بتكون عندها محاضرة. لا حول ولا قوة الا بالله. مرحبا. أهلين بابا. ماما أهلين تقبرين. شو بك عم تتأففي؟ شو بيني شو بيني؟ رح تطلع روحي قبل ما تطلع هاي المادة. شو هاي المادة؟ هاتي لشو؟ شوف خلص بابا خلص، أنا قدرت هاي المادة غير بالترشيد ما بتطلع. غير شو؟ بالترشيد. بالترشيد؟ ايه. أو قلك بشغلة تانية كمان، اليوم كانوا البنات هيك عم بيقولوا. تفضلي. باخذها على المكتبة، شايف هاي الورقة بس بيصغروا لي إياها، يعني بتطلع هيك باخذها معي بلا ما أتعذب وأكتب. أمي فعي لك كم ليرة وبتنجحي بالمادة وخلصينا من هالقصة. ايه والله يا أمي وارد. لك يقطع عمرك منك لأمك. بالترشيد وبالغش بدك تنجحي. يا بابا غير هيك ما بتطلع المادة، والله والله ما بتطلع. 60 عمرها ما تطلع. ليش ما بتدرسي؟ لك ليش ما بتفهمي المادة بتدرسي؟ العمى بعيونك صحيح. يا بابا عم بدرسوا هاي المادة ما عم تطلع. لك يا بنتي، لك افهمي الله يرضى عليك، انت طالبة جامعية، يعني هلا إذا أنت بالتغشيش نجحتي، مو بتكوني أخذتي مقعد لطالب مجتهد؟ أيوة. لا بابا لا، بس هاي المادة، ما أنا ما عم بقول كل المواد، بس هاي. أنت عم تشجعيها على أيوة أيوة ما؟ بتسدي تمك وتنقلعي على المطبخ، خليني أعرف أحكي مع البنت. بس اسمعني. انقلعي ما بدي اسمع. أحسن ولو ناقص. قومي عدي هون. عدي هون. لك يا بابا إذا غشيتي أو رشيتي مشان المادة رح تطلعي بعلامات عالية طبعاً، ما هي؟ طبعاً. يعني هلأ إذا أنا طالب جامعة وعم أدرس كتير بالبيت وعم بتعب، وإنتي أخدتيها بدون ما كنتي عم تتعبي، ما بتكوني أخدتي محلي لقدام بالمستقبل؟ بتقومي بتنقلعي بتفوتي على البيت لجوا غرفتك بس بتدرسي بتدرسي ما بت... خلصي وليه؟ فوتي انقلعي. طيب بتدرسي. طيب رح بدي غشش مشان شيل عيونك أنت وأمك. العمى بعيونكم إذا بيتي هيك. ايه امي ودفعتي الفاتورة؟ ايه ماما دفعتها. ايه منيح. طيب ابوكي كان تعبان شوي. هاي سوزان اجت، الله يعطيك العافية بي. اهلين بابا. شو صار معك؟ دفعتي فاتورة التليفون؟ لكن بابا 10 دقائق دفعتها. ايه برافو عليكي، هذا لأنك أنت المنيحة بهالبيت، بتسمعي كلمة أبوكي، رحتي بكير قبل ما يجي حدا على الدور ويوقف قدامك. لا بابا زحمة هيك. زحمة كثير؟ ايه. شير. ودفعتي بعشر دقائق؟ ايه. شلون؟ رحت لقيت رفيقتي موظفة هونيك، عملت لي فنجان قهوة، قعدنا شربنا قهوة، تحدثنا عن الجامعة، ودفعتي الفاتورة. يعني رفيقتك دفعتك الفاتورة قبل الناس كلها اللي واقفة على الدور؟ لك تضربي انت ورفيقتك، العمل يضربك صحيح. لك شلون هيك؟ شلون بتعملي على حالك تدفع الفاتورة قبل الناس كلها اللي واقفة على الدور من قبلك؟ لك يا حبيبي مو هيك. انت خلصي هي ترباتك العاطلة، قومي نقلعي لجوا من خيرتي وليد، قومي نقلعي. لك طول بالك، روق لك، حاج بقى حاج هالمثاليات، وين ذبحتنا فيها؟ عم تطلعي شي بعد ما بقى تنطقها؟ تضربي انت وبناتك واولادك. قال والله قعدت انا ورفيقتي وشربنا قهوه وحكينا عن الجامعه، تضربي انت والجامعه تبعك، هيك الجامعه بتربيكي ما؟ تفضلي حالك على الاخرين،
لك والله شي بوتر، انا بدي اخذ اجازه اليوم، انا بتروح على الشغل احلالي، شو بدي بالقصة؟ لك اتركوا بقى هالبطيخ من ايديكم، ما عم بحكي معكم انا. دقيقة ماما. شو دقيقة ما دقيقة؟ اسمعي انتوا اياها لشوف، ليش كل يوم عم بتعصبوا ابوكم؟ اه؟ لك ما بتعرفوا تسايروا شوي؟ لك بتعرفوا مخه هيك وتبع مثاليات، ليش رح تتناقشوا؟ خلص قولوا له وقفنا على الدور. والله معك حق، بس هو عم يعصب لحاله، مو نحن عم نعصبه. لك يا حبيبتي يا امي ما في داعي تقولوا له كل شيء عم بيصير معكم، خلص قولوا له انه وقفنا على الدور وخلصت القصة. ماشي اوكي. خليكم خليكم بالبطيخ على اساس كثير عم تسمعوا. مثل ما بدك. ألو؟ إيه أختي؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله نشكر الله. كيف جوزك؟ كيف أولادك؟ إيه الحمد لله. الحمد لله بيسلموا عليكي. أبو عصام خليه لله، والله مجننا بهالبيت. شو شبه؟ لك مبارح بهدلوا بهدلة لعصام من كعب الديسك. ليش؟ والله إذا بقول لك بدك تضحكي. قال يا ستي ليش ما وقف على الفرن على الدور؟ تخيلي لك ضل في حدا بقى بيوقف على الدور؟ لك ايه والله. لك الله بقي لك، صرعنا صرعنا بهالمثاليات تبعيته. لا يو شو بالبيت؟ لو بالبيت بسترجي احكي معك هيك انا؟ لا مانو بالبيت. لك راح قال بده ياخذ سلفه من البنت، مدري مشان شو سلفه شو؟ ما فهمت كثير، بس قال لي انه رايح اخذ سلفه من البنت. ليش بيحكي شو في براسه؟ بس شاطر يعطي مثاليات بهالبيت. بعين الله. يلا تعال عنا اليوم بالسهرة. تعالوا بتتعشوا وبتروحوا. طيب احكي معي إذا بدك تجي. دخيل قلبك. الله معك. سلمي الله معك. باي باي. خليكم على هالبطيخ. بس دور مين هلا؟ بالدور بالدور واقفين بالدور. استاذ تفضل. بعد عنا. لك من بعد هون في بيني وبينها متر. تفضلي. شباك 15 تفضلي. هلا وسهلا. اهلين. يعطيك العافيه. اهلين. بالدور يا استاذ. بالدور يا استاذ. اذا سمحت. اذا سمحت دورا. اذا سمحت يا استاذ، يعني لنا ساعتين واقفين، جيت من برا شو بدك؟ نحن واقفين على الدور. واقف على الدور. الله يرضى. والله تارك الوظيفه وجاي. ما انا موظف مثلي مثلك، اذا سمحت واقف لي على الدور، يعني لا تفضل حالك علينا. الله يرضى عليك. كان مضالي يالك يا اخي، يعني لك اخي كلنا واقفين. لك يا حبيبي اذا موظف يعني بتجي اول واحد لهون. بالدور بالدور صح كلك بالدور. تسلم لي عينك والله يا استاذ. صح ولا لا؟ مزبوط استاذ مزبوط. مو ابو عصام؟ ايه ايه هلين عمو، انا ابو عصام. ايه شلونك؟ هلين عمو هلا سلامات. ما عرفتني؟ لا والله بلا صغره ما عرفتك. لك انا بشير جاركم بالحاره. اهلين اهلين عمو بشير. يا هلا كيفك عمو؟ الله يسعدك. شلونك؟ اهلا وسهلا. تعال تعال تعال. الله يخليك. تعال تعال عندي. تعال عندي. تعال عندي يا حبيبي. الله يخليك. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. رجع بالدور. تفضل تفضل. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ والله شايفك هون. شو عم تشتغل هون؟ ايه والله طلعت مع اهلي بعد ما تخرجت من الجامعه وتوظفت هوني. الله يوفقك. لكان عمو الله يرضى عليك، انا مشان السيلفي. ايه تكره معيونك. الله يخليك. كيف يعني شلون؟ ما الله عفوا، يعني شلون توقع له اللي ما وقعت اللي ما لك اذا سمحت خليك بالدور. لا تفضل حالك على الاخرين يا اخي. يا اخي انت تفضلت حلك. طلعت من الدور. مو شغلك مو شغلك. لحظه ابو عصام ابو عصام ابو عصام لا تنسى حالك. لحظه شوي هدي حالك روي. طيب ارجع على دورك. ايه رجع رجع رجع. ما بصير يا استاذ بشير، ما بصير يفضل حاله على اخرين. دور يا اخي ما بصير. ايه بالدور. هلا اذا بتطلع لفوق على البنك ايه ولا باربع ساعات تمشي امورك. فيك تظبط لنا اياها؟ لك انا طالع معك. معيتك لانه كل شباك عليه 30 40 واحد. يعني فيك تترك هون وتظبط لنا اياها؟ انا معيتك عمي بشير الله يوفقك. انا يا سامر سامر سامر. ايوه استاذ. تعال حبيبي اقعد شوي ما بطول انا، شغلت اربع خمس ساعات وبرجع. اقعد محلي. هلا بنقعد انا وياك اربع خمس ساعات؟ لك اذا مشيت تعال.
ما عيدك معلم الله يوفقك على الدور شو لك انا يوقف اول واحد على الدور الله يخليك انا مو الدور بالعكس يلا شو اللي بدك بالعكس 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 لا 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 شوف حبيبي حكي لي لحكي لك ايوه على عيني امورك انا لا عن جد طيب خلاص ابعتهم انت ابعتهم لك لا تاكل هم يجيبوا معهم قلم لانه انا ما معي قلم امضي ما في مشكله امورك حبيب قلبي مثل ما قلت لك حكي لي لحكي لك يلا سلام اجاني ضيوف استاذنا تاج راسنا حبيبي وقلبي وعمري وجاري عمي ابو عصام اهلين اخي ابو عصام اهلين استاذ له هالمعامله عندها وهي قلم يا عمري لحظه شوي بس سيلفي استاذ سيلفي دوره 600 ايه 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 عم يقول دورك 600 ايه 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 شو 600 أنا بصر لها 3 ساعات و4 ساعات وفي ناس من الصبح بكير برا وين فوتوا دغري لجوا؟ لا 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 أبو عصام ما بيقصر أبو عصام ما بيقصر إيه أستاذ أنا ما بقصر ما بقصر أنا يعني ما بقصر أمورك بخير إيه أمور بخير تمام نمضي عمي أبو عصام نعم نوال الزغبي نوال الزغبي شو نوال هي المطربة نوال الزغبي يا عم أبو عصام شو بك شو مالك عايش هون شو نوال نوال الزغبي يعني نوال الزغبي ايه 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 على عيني 6 ساعات و7 ساعات يا عمي أبو عصام لا مشان شغلتك بسيطة قصة كلها لا أنا لا لا والله ما باخذ أنا ما باخذ روح روح أنا ما بغت شيء لا لا لك شيلها شيلها ما بتأدي شو بتأدي هاي شو بتأدي لي وحدة ايش بها عد 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 ايه على عيني كمان 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 شوف قديش تطلعوا ثلاثة كمان 4 ايوه 5 تفضل استاذنا ليكو القلم ليكو القلم ايوه تفضل شكرا استاذ هلا انا دغري بنزل بقبض هلا لا مو في شوية إجراءات كمان في إجراءات تحت شغلة بسيطة بسيطة إجراءات على الصندوق للقبض يعني يا أخي بس تعرف شو شو يعني أنا مشكلتي عندي عصام ما شاء الله حرك حرك عصام بيعرف صاحب الفرن لازم أنا أكون أعرف صاحب الفرن وأعرف شكرا استاذ اهلا وسهلا شو ما اعتزت حبيبنا نحن بخدمتك شكرا اهلا وسهلا فيك يا ميت اهلا وسهلا تفضل حبيبنا حالنا. نعم إذا أنت كمان بعازة أي شيء نحن جاهزين وحياة عينك على راسي على راسي نحن بالخدمة عيوني عيوني شرف عمي بيصاب شرف شكرا أهلا وسهلا شرف لحكي لك على نوال شرف لحكي لك نوال أخذ الموبايل أستاذ عادي عادي ما شكرا أستاذ شرف لازم الواحد يكون مثالي طبعا شكرا أستاذ طبعا شرف تفضل وينه جاري تأخر اليوم؟ صباح الخير جار أهلاً أهلاً جاري صباح الخيرات يا سيدي العمر إلك سلم عمرك يا رب بس ما قلت لي شلون توفى؟ هذا يا مرحوم البي كنا قاعدين بالبيت لك ما لقينا إلا صار يوجع صدره أخذناه على المستشفى ما لحقنا جلطة توفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يرحمه جاري يا عيوني بعد ما توفى أخي قلنالهم عطونا ورقة وفاة بالمستشفى ما رضيوا يا لطيف وليش بقى؟ والله ما بعرف قال شو نحن ما بنعطي ورقة وفاة بدك تجيب دكتور على حسابك الخاص هو بيكتب لك شهادة الوفاة يي بالله هيك؟ ايه والله ايه وشو سويت؟ استنينا لتاني يوم جبنا الدكتور فحصه كتب شهادة الوفاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونحلت هيك القصة؟ هون بدت القصة يا لطيف أخذنا الورقة ورحنا على مكتب دفن الموتى والله استقبلنا واحد دغري أهلا وسهلا إن شاء الله العمر لكم بدك قهوة بدك قراءة قرآن بدك كراسي بدك مدري شو ناله يا عمي الله يوفقك بدك مناشف لك يا عمي بدنا كل شيء بس طول بالك علينا أنا بمشي لك المعاملة ناله كتر خيرك أخذنا فوتنا على أول مكتب العمر إلك سلم عمرك
ناولوا ناولوا 200 ورقة. ده هاي ناين؟ إيه والله. ناولتوا 200 ورقة. ناولتوا 200 ورقة. نقلوا شو؟ عليه. أخذنا طلعنا على المكتب الثاني. أعطيه أعطيه كمان 200 ليرة مشان يشوف لك رقم القبر. نقلوا أمرك سيدي، أعطيناه 200 ليرة. عرفت شلون؟ نعم. رحنا بعدين على المكتب التالي. قال لي كرمه كرمه. قالوا هلا بنكرمه طول بالك. فتنا قطعنا وصل، قطعنا وصل للحفار ومدري شو وكرمنا، حملنا طرينا ورحنا. طلعنا لبرا قلنا لهم ايه سيدي بدنا سياره. شو قال لي؟ شو قال لك؟ قال ما في سياره بوقت الظهر، بنتفل لك يا بوقت العصر. شو هي حفله؟ والله ما بعرف. اجا هذا صاحبنا قال لي كرمه كرمه بيدفن لك يا وقت الظهر تطلع سياره معه. يعني بس تكرمه بيلاقي سياره؟ ايه قلنا له بنكرمه. كرمناه طلعنا والله يرحمه دفناه. يعني عرفت شلون؟ هذا اللي صار معنا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الواحد فورا بيكون عنده حاله وفاه واللازمات وبده شيخ وبده اجار صالي وثلاث ايام تمساي واكل وقهوه فوق هذا كله كمان كرمه. ومو هيك بس، شو في كمان؟ بعد الدفن وقفنا عظم الله اجركم، صاروا يعزونا العالم. ايه اجوا هدول تبع السياره قال عمي نحن خمسه الله يوفقك بدك تكرمنا. شو بدي اكرمكم؟ قاطع وصل انا دافع. قال بتعرف طلعنا معك وتعذبنا. كتر خيرهم والله طلعوا. ايه مدينا ايدنا بدنا نعطيهم كل واحد 500 ورقه. قال مالوفه. مالوفه يعني 1000 ليره. اه 1000 ليره. ايه اعطيناهم 1000 ليره. بدكم شيء؟ وين رايح؟ رايح على البيت بدي روح. قال وقف. شو في كمان؟ حلا اجى الحفار. قال عمي 20,000 ليره. وقف. قلت له وقف. شو 20,000 ليره؟ لك دافع انا قاطع وصل جايب لك وصل رسمي اني دافع. قال حبيبي نحن عم نحفر لك هي الطاقه انكسرت بدي اعمر لك غيرها. يا اما بلا مؤاخذة بتضل بلا طاقة وهذا شيء ما بيصير. يا لطيف يا لطيف لهون الطمع؟ ايه والله من هون لهون قبل ب 15,000 ليرة. امي كتر خيره والله فضل علينا ب 15,000 ليرة احلى من 20 يعني. الله لا يوفقه ولا يوفق الحفار ولا يوفق تبع السيارة. لك معقول في هيك عالم؟ لك قصدي يكون في شوية رحمة. والله الرحمة انفقدت يا ابن عمي. لك تصور انه الموتة صارت تكلف لها 100,000 ليرة. هدول عرس مو هيك والله. معقول؟ معقول الحفار بده كمان رشوي بالموت؟ لكن منين الله بده يرحمنا؟ والله ما بعرف. اجا بعدين هذا اللي برا قال عمي عندي شيخ وعندي قهوه مره وكذا قد ايه بدك؟ 3 ايام. عمل هيك فكر هيك قال 50,000 ورقه. اي 50 مو كثير يعني لثلاث ايام. منيح منيح. طيب من اول كلفتنا 100 وهلا 50. 150 حلو. رحنا على البيت قال ما بدكم تعملوا هذا للشباب؟ اي واجب واجب. وصينا على صفيحة 5 كيلو صفيحة. انتو سويتوا الغداء؟ طبعا. لك يا اخي مو هيك غلط المعلومة هيك. طيب شو المعلومة الصح؟ المعلومة الصح في حديث نبوي شريف بيقول دخل اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله لقد ابتلى سليمان بوفاة احد اقاربه. قال رسول الله اصنعوا طعاما لآل سليمان لان آل سليمان قد اصابهم مصاب ألهاهن عن الطعام. يعني لازم الجيران يسووا لكم أكل مو أنتوا تساووا أكل للجيران. والله هذا اللي صار يا جاري. الله وكيله. لا إله إلا الله. ما عاد في رحمة عند العالم. لا والله كله بصير يدق فيه للمبتلي. معقولة هاي القصة؟ شو بدنا نعمل؟ طيب هذا اللي صار معنا. لعيونك جار لازمك شيء. الله يكرمك يا رب. يعني بس أنا اليوم ما بدي ألعب طاولة خيو. يا أخي ما بدنا نلعب طاولة. خلينا نحكي هلا. بس ما هو الحفار اللي أبوه ياخذ 20,000. على المسرح نحن طلعنا نحن وفرقتنا الموهوبة نحن وفرقتنا الموهوبة في عنا كل يوم حكاية أفكاره كلها مكتوبة أفكاره كلها مكتوبة.
مشهد إيمائي بعمل تمثال، وإذا بدك ياني غني بضرب موال. شو